الفلاني الفلاني اتدفن معاه طفل صغير فهيتأجل حسابه 40 يوم. التاني يقول له لا مش 40 يوم، هو بيتأجل حسابه أسبوع. التالت يقول له لا ولا ده ولا ده، هو بيخفف عنه العذاب. السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. اسمع مني لآخر الفيديو وبعدين هاجم براحتك وانقد براحتك وازعل براحتك، بس لو سمحت يكون بأدب. خلاص، خد الرسالة دي مني واسمعها كويس قوي. كل راجل وكل ست، كل أم وكل أب، كل واحد في الدنيا مسلم ومسلمة يفهموا الكلام ده كويس. احنا هنبقى في القبور لوحدينا، هنتحاسب لوحدينا، محدش هينفعنا خالص. مفيش حاجة هتنفعك من الدنيا إلا الأعمال. طيب ركز بقى كده، علشان لو أنا بتدفن أو أبويا بيتدفن أو أم بتتدفن أو أخت بتتدفن أو أي حد بيتدفن، وجه طفل صغير يتدفن معايا، تلاقي أقاويل كتير قوي يقول لك ده فلان الفلاني اتدفن معاه طفل صغير فهيتأجل حسابه 40 يوم. معرفش جبناها منين برضك. طيب لا، التاني يقول له لا مش 40 يوم، هو بيتأجل حسابه أسبوع. التالت يقول له لا ولا ده ولا ده، هو بيخفف عنه العذاب. الحقيقة يا جماعة ان كل الكلام ده خرافات ولا اصل له. لا الطفل الصغير بيأجل العذاب ولا بيشفع للي اتدفن جنبه، ولا حتى هو دليل من دلائل ان الراجل ده من اهل الصلاح والتقى. وخد كمان، ولا حتى هو بيخفف الحساب زي ما احنا بنقول، ولا بيأجله 40 يوم ولا الكلام ده خالص، لان قانون القرآن واضح وصريح. ربنا قال كده: ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تذر وازرة وزر اخرى. قانون القرآن كله امرئ بما كسب رهين. طيب ركز بقى معايا في الحتة دي علشان اتمم المعلومة. اللي احنا بنعمله غلط. يعني ايه اللي احنا بنعمله غلط؟ يعني لما عبد الله يجيب لي مولود صغير او طفل صغير ويقول لي ادفنه مع الميت بتاعك، ده يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تاني، يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان السنة كل واحد يندفن في قبر لوحده، وما يجوز ان احنا ندفن اتنين في قبر واحد، اللهم الا اذا كان ذلك بسبب امر طارئ، اما كثرة القتلى او كثرة الموتى او حادث ملم، او القبور خلاص ضاقت لا قدر الله وتعذر دفن كل واحد في قبر لوحده. ففي الحالة دي ممكن نحط الطفل معاه او نحط الرجلين حتى في قبر، لكن الاصل ان كل واحد ليه قبر لوحده، ويتحفر له حفرة لوحده، ويتحط في مكان لوحده، وعلى القبلة لوحده، وبدفن لوحده. هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك انت بتخالف السنة. ومش معنى كده، علشان ما حدش يفهم الفيديو غلط، بقول لك اجري على قبر ابوك وطلع الطفل من جنبه اللي انت دفنت جنبه، او الطفل اللي دفنته جنب امك او اختك. لا، اللي فات مات وخلاص، وعرفناه وعملناه وانتهينا منه، وغفر الله لنا بعذرنا اننا كنا جهلة لا ندري ولا نعرف شيئا. لكن خلي بالك وانت رايح بعد كده وحصل الموقف ده، ما تخليش الميتين مع بعض في حتة واحدة. لا، ده في مكان وده في مكان، في نفس القبر او في نفس القبر مفيش مشكلة. ما احنا مش هنعمل القبور في مصر، احنا عارفينها عاملة ازاي تحت الارض طبعا، فاحنا مش هنعمل القبر كله الواحد. لا، بس ده بهيئة دفن وده بهيئة دفن، ما بيتحطش ده في حضن ده وما بيتحطش ده جنب ده. وفي النهاية نقول علشان يخفف عنه العذاب، وعلشان يأجل له الحساب، وعلشان مش عارف يعمل ايه. كل الكلام ده لا اصل له في دين، ولا اصل له في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش ان انا بقول لك الكلام ده، وانا عارف دلوقتي انك هتزعل، وعارف دلوقتي ان عواطفك متضاربة ومشاعرك اتضايقت. ليه؟ لانك كنت فاكر ان الطفل اللي اتدفن مع ابوك او مع حد غالي عليك اجل له الحساب او حتى خفف عنه من عذاب الله. والحقيقة مفيش اصل للكلام ده، واللي كنا بنعمله مخالف لسنة رسول الله. دمتم في امان الله.